شكرا لك سلطان الشامسي، وشكرا على هذه الجهود الكبيرة تبذلها كل سنة، نتعرف من خلال جولتك في سوق الحراج للسيارات على المعارض المشاركة وكذلك السيارات الموجودة والمتوفرة في هذا السوق المميز. مشاهدينا، فقرات صباح الشارقة مستمرة، وتعد إدارة المال في الأسرة أو ما يعرف بإدارة النفقات المالية أحد أبرز الأمور التي يواجه فيها الكثير صعوبة على صعيد حياتهم اليومية وسلوكهم الاقتصادي عموما. والفشل في إدارة المال يؤدي بدوره إلى تأثير سلبي على حياة الفرد ومستقبله وحتى رفاهيته. الحديث مشاهدينا حول إدارة النفقات المالية في الأسرة، نرحب بضيفنا في استوديو صباح الشارقة بالأستاذ يوسف الهاشمي، مدرب تنمية بشرية. يا هلا ويا مرحبا بك أستاذ. صبحكم الله بالخير. حياك الله معنا. حياكم سعد. إدارة المال أو إدارة الميزانية بالنسبة للأسرة، نتكلم في البداية عن أهميتها وعقب إن شاء الله بندخل في التفاصيل. طبعاً سوالف عن الفلوس تطيب النفوس فيها ومرات تزعل النفوس أيضاً. هي مهمة جداً لأن المال عصب الحياة. نعم. المال يعني بالمال يقوى الشخص، يقدر حتى أن يقوم حتى بعمل الخير فيه. نعم. فأهمية المال هنا أن هي مثل ما ذكرنا، عفوا، مثل ما ذكرنا أن هي مثل أن هي عصب الحياة، لذلك موضوع إدارتها مهمة جدا. وأيضا في الأسرة يصير هنا الأهم. ليش؟ لأن إحنا ما نتكلم عن إدارة المال في الأسرة مجرد بس إرشاد وترشيد نفقات الآخرة. أيضا حتى في موضوع التربية، إذا الطفل نشأ أنه عارف أو قادر أن يدير ماله وهو صغير، هذا راح ينجح وما راح يعاني من مشاكل مالية مثل ما قاعد يصير مع كثير من الناس اللي نشوفهم حوالينا. يعني فأغلب الناس أو أغلب الناس اللي يتورطون في المشاكل المالية هم أغلبهم من الأسر المتوسطة. ليش؟ لأن الأسر المتوسطة لا هم مثلا في وضع أنهم محتاجين، ولا أنهم مثلا في وضع أنهم عندهم اكتفاء نفترض. فهم أسر متوسطة، وفي هذه المرحلة الطفل متعود على أن الأمور كلها يعني احتياجاته قاعد تلبى، ما قاعد يواجه مشاكل معينة، مو بحاسس مثلا بالضغوط اللي يعانون منها يعني أبويه الوالدين. فهذا بس من يطلع على معترك الحياة ويواجه الحياة تواجه هذه المشكلة. لذلك موضوع الإدارة المالية في الأسرة مهمة جدا. أكيد أستاذ يوسف، أتوقع يعني هناك مجموعة من الأمور في حياتنا توضح لنا أهمية وضع ميزانية حسب الحالة أو الظرف نفسه، ويعني أتوقع بعد من أهم الإدارة الداخلية لكيان الأسرة تحديدا الإدارة المالية مثل ما ذكرت عصب الحياة المال. ولكن متى يعني أو ما هي الأمور التي نقدر ناخذها بعين الاعتبار عند الأمور المالية أو إدارة الأمور المالية في الأسرة؟ في البداية طالما أن هنالك أسرة معناته أن هني في مشروع مشروع الأسرة. نعم. فمشروع الأسرة محتاجة ميزانية. أكيد. الميزانية هذه يجب أن تدار بطريقة صحيحة أو بطريقة مناسبة نقدر نقول. أغلبنا يقع في المشاكل في ميزانية الأسرة لعدم الوعي، وغالبا يكون مثلا ان سواء كان من الزوج او الزوجه تعود مثلا في فتره حياته لما كان عند يعني ساكن مع ابوه او مع اهله انه يصرف قد ما يعني قد ما يبى. نعم. من غير ما يحسب حساب الدخل. لكن الحين لما دخلنا في مرحله اللي هو انه صار في دخل، انه صار ان هذا الدخل في وقت ما ممكن ينتهي. لذلك من ضمن الأشياء المهمة أنه لازم يكون في وعي. لذلك المؤسسات هني في مؤسسات كثيرة عندنا هني ما شاء الله عليهم وعوا لهذا الشيء، لأن أكثر مشاكل الطلاق نقدر نقول أو المشاكل الديون أو تعثر الناس في الديون لعدم الوعي فقط. يعني شخص عنده راتب معين يكون راتبه جيد، لكن واقع في دين ودين كبير جدا ومو بقادر يطلع منه. سوء إدارة. سوء إدارة. نعم. هي في النهاية سوء إدارة. نعم. لذلك نرجع مرة ثانية على موضوع أن نحن لازم نتعلم موضوع الوعي المالي.
نعم أستاذ يوسف، أنا أحب أطرح أسئلة أو أمثلة علشان نوضح حق المشاهدين أكثر. على سبيل المثال شخص راتبه 10,000، إنزين يعتبر محدود الدخل صحيح؟ أكيد في هذا الزمن خلينا نقول، لكن الحين هذا الشخص يبى يرتب أموره ويبى ينفق بس بطريقة صحيحة وسليمة، كيف يرتب وكيف ينسق وينظم؟ يعني يحط حق ميزانية حق مصروفه الشخصي على سبيل المثال، يحط حق الطوارئ والأزمات. كثير من الأشخاص اللي رواتبهم ما تتعدى 15,000 يقولون نحن ما نقدر نحط ميزانية حق الطوارئ والأزمات، بالتالي يواجهون مشكلة في المستقبل القريب. جميل جدا، سؤالك رائع جدا وفي محله. لازم نعرف أن هذا الراتب اللي نحن حصلنا عليه في بداية عملنا نفترض، أو حتى حاليا إذا كنت أنت موظف أو لك دخل ثابت، ترى هذا مش دايم لك. هذا وضع، يعني لما أنت تتوظف وتستلم هذا الراتب لازم يكون عندك عقلية الاستثمار. أن هذا الرقم ما راح يظل، يمكن يزيد ويمكن ينقطع. ويا ما صارت للناس أن مثلا خسروا وظائفهم أو شيء، أو حتى انتقال من وظيفة لوظيفة أنه كان يستلم مبلغ معين ونقص أو يمكن يزيد. لكن إذا دخلنا نحن بس بعقلية أنا بس أبى أصرف وأنفق، فهذه عقلية يعني عقلية الفقراء، أو عقلية اللي راح يجرك لأنك أنت تدهور حالتك المادية. نعم. لذلك أول شيء تسوي لما أنا بأستثمر في الراتب، لازم هالنقطة تحطوها في بالكم، أني أنا أستثمر في الراتب. كيف أستثمر في الراتب؟ لازم يكون عندي خطة ادخار، وخطة الادخار لازم يكون مبنية على أهداف، هدف واضح جدا. أنا الآن في 2020، سنة مثلا 2023، كيف راح يكون وضعي؟ أكيد راح يكون مختلف تماما عن الآن. أكيد. لذلك أنا لازم أحط أنا خطة ادخار على حسب ما قالوا رواد الاقتصاديين وفي مجال الادخار، يوصونا أن نحن لازم ندخر أقل شيء 10%، وإذا زاد بعد زين خير وبركة. فعشرة بالمئة من 10,000 هذه 1,000 درهم. الألف درهم هذه لازم نحاول نحطها في نظام. يعني كيف نظام؟ إذا أنا طول حياتي ما تعودت أني أدخر ولا أعرف أصلاً كيف أدخر، وإذا مثلاً فتحت حساب في البنك وحطيتها 1,000، يدور علي الشهر وعلى آخر الشهر أقوم أسحب 1,000. أنا ما أدخرت، ما استفدت شيئاً هنا. صحيح. لذلك من ضمن الأفكار الجميلة اللي ممكن حتى نحن كلنا نعرفها مثلاً الجمعيات. الجمعية أنا ملزم فيها، وأيضا مبلغ أنا ملتزم فيه في آخر الشهر أو في أول الشهر، وبعدين يوصل لي أو أستلم أنا منه مردود مالي. هذا يعني هذا جزء من ضمن خطط الادخار. أيضا خطط الادخار أني أنا أشتري أصول. شو معنات كلمة الأصول؟ أصول مثلا عقار، اللي هو الشيء اللي ممكن أنه مع الوقت يزيد سعره، ممكن عقار، ممكن الذهب. فحتى ممكن في بطريقة ما، يعني مثلا حتى في السيارات، السيارة ترى أصل، لكن حتى في موضوع شراء السيارات فيها نوع من الذكاء أيضا، أن احنا لازم نعرف كيف نشتري السيارة. كيف نشتري السيارة؟ حلوة هذه، إذن ندخل فيها موضوع شراء السيارة. لازم أنا أخذها، لما أريد أخذ السيارة طبعا أريد أخذها عشان تأدي غرض أنها توصلني وتردني، خلصنا منها هذه. الشيء الثاني، أريد سيارة تكون عدلة وفيها نوع من الوجاهة نفترض، وتكون جميلة إلى آخره، حلوة. ثالث شيء، هل هذه السيارة اقتصادية؟ هل ممكن أنها توفر لي مش بس البترول، حتى في عملية الصيانة؟ نعم. فبعض السيارات اللي الفارها والجميلة لكنها مكلفة. أكيد. من ناحية الصيانة قطع الغيار تكون بالضبط. بالعكس، أنتوا لو سويتوا هذه النقطة وخذتوا هذه السيارة، أنتوا تسرقون من أنفسكم أصلا. صحيح. هذه سرقة. صحيح. أنا أخذ السيارة عشان ترفهني، عشان تعزني ما نقدر نقول كماليات، هي ضرورية صارت. لكن أكتشف أن هذه السيارة هي صارت تأخذ من مصروف الشهري. صحيح. تستقطع مبلغ كبير. نعم. فأيضا موضوع شراء السيارات، يعني لازم أحسب موضوع صيانتها، لازم أحسب حتى موضوع توفيرها للبترول، وأحسب أيضا عمرها الافتراضي، لأنها مثل الأصل مثل ما قلنا. إذا خذناها اليوم في سنة 20، في سنة 25 كم راح يكون سعرها؟ فأنا خلال هذه الفترة لو أنا مستأجر سيارة كل يوم، هل راح أنفق أنا المبلغ اللي أنا خسرته
يعني بطريقة ثانية، إذا اشتري السيارة ب50,000 في 2020، في سنة 25 كم راح يكون سعرها؟ لو نفترض أنها صارت 25,000 بعد 5 سنين، إنزين، هل لو أنا استأجر سيارة ب100 درهم كل يوم ولمدة 5 سنين، هل راح يكون بنفس هذا المبلغ ولا لا؟ يعني مبلغ الخسارة. في ناس راح بالعكس تستثمر في هذا الجزء، في هذه الناحية. زين، نرجع الحين على موضوع ميزانية الأسرة. ميزانية الأسرة قلنا فيها 10% منها ادخار، نستقطع 20% منها استثمار. الحين شو الفرق بين الاستثمار والادخار؟ أنا أعتقد أن الادخار تحط مبلغ معين، سواء اشتركت في جمعية أو حتى تحط مثلا عبرد في الحصالة، هذا بالنسبة للادخار. الواحد يحط مبلغ من مصروفه الشهري علشان يدخر فيه. أما الاستثمار، أنا أعتقد أنه يستثمر في هذا الفلوس أو هذه الميزانية أو هذه البيزات، في أنه مثلا يسوي شيء، يأخذ ذهب عقب يبيعه، يأخذ عقار، يأجر. صحيح؟ جزء منه صحيح، وحيك على الإجابة. الفكرة هنا في موضوع الاستثمار، الحين قلنا راتب الشخص هذا 10,000، أخذنا منه 1,000 وحطيناه في الادخار. 20% من 10,000 2,000 درهم. صحيح. 2,000 درهم كم دورة تدريبية ممكن تحضرونها؟ على حسب الدورة. نفترض على حسب دورة مثلا، برنامج تدريبي أو دورتين دورة. ممكن تقريباً. صح ولا لا؟ صحيح. كم كتاب ممكن نشتري؟ وايد. صح ولا لا؟ كم بال2000 هذا ممكن أني أنا مثلا أكمل دراستي فيه، نفترض كقصد دراسي. صحيح. فهذا استثمار، شيء ينميني أني أنا أوصل مثلا بعد 5 سنين أنا أكون فعلا إنسان مختلف، أنا أكون إنسان غير. فلا تخلطوا، الناس يقول لك لا أنا أدخر ومن الفلوس هذا أصرف على الجامعة، ما سويت شيء. صحيح. هذا ما يسمون الدخار. صحيح. بالعكس، نحط 1,000 درهم مثلا على في مكان، وحتى في كثير من حسابات البنكية عندهم الخاصية هذه، يعني المجال انه ممكن يستقطعون مبلغ وخلاص المبلغ هذا انسوه، عيشوا حياتكم على 9,000. الحين من 9,000 اخذنا 2,000 درهم، هذا للاستثمار. انتبهوا لهذه النقطة، استثمار. الحين باقي لي انا من 10,000 7,000، انا اضبط حياتي على 7,000 أو أرتب حياتي على 7,000. لأن من جهة أخرى، الحين لما الشخص يروح البنك ويبي يشتري سيارة، طبعا لما يروح البنك ويشتري السيارة، موظف البنك بيعطيك عدة اختيارات، أنه والله بنخصم منك 1,000، بنخصم 2,000 و3,000. فأنت تقوم تقدر مع نفسك، ممكن أنا أقدر على 2,000، 1,000 قليلة و3,000 و4,000 وايد، خلي يخصم من 2,000. ما دام أنت عندك الاختيار أنك أنت يعني انك انت تستغني، نقدر نقول عن ال2000 هذه، بهال2000 ادخرهم. صحيح. بهال2000 ادش فيهم جمعية. صحيح. ليش انا ادخل في بنوك وديون وتراكمات في غنى عنه؟ في غنى عنه. بعدين البنك اجمل ما فيه واسوأ ما فيه انه ماله سهل، بسهولة اخذ المال وتنصرف وتروح يبقى الدين. صحيح. لكن الجمعية لا، خلاص انتهى، ترى انتهى. فمن ضمن الأشياء اللي أنا أشجع عليها أن حتى الصغار نعودهم ونعلمهم ونشاركهم نحن عندنا في البيت. صحيح. من ضمن الأشياء الخاصة في موضوع تربية الأبناء أن لازم نحن أيضا نكون واضحين مع الأبناء في عملية الصرف. يعني شو أقصد فيه؟ لما مثلا الأب يريد يروح يدفع فاتورة الكهرباء، جميل أنه يأخذ ولد البتر مثلا أو بنت الحنانة اللي بابا وما أدري شو، أنا يأخذهم وياها، تعالوا شوفوا اليوم أنا بدفع مثلا 500 درهم أو 1,000 درهم كهرباء، هذا من مصروف البيت. صحيح. هالسنة نحن ما بنسافر، فهني يصير عندهم وعي، أنا لازم أقتصد حتى في البيت، ما أشغل كل المكيفات، ما أشغل ما أدري شو. وحتى ممكن الأب أو الأم ينظمون مثل مسابقة داخلية أن اللي يحافظ على موارد المنزل من البيت، وهذا ترى المبلغ الباجي هذا راح يتوزع عليكم، وايد بيستانسون عليها. تحفيز. بالضبط. ومع الوقت راح تصير عادة عندهم، راح يصير عادة عندهم أنهم مو بأي شيء، بس يلا خلاص دشوا حجرة فتشوا ليتات طلعوا، لا يعني يصير عندهم نوع من الإهمال. فهذه من ضمن الأفكار. حلو. في بعض من ضمن الأفكار اللي هي البنك المصغر في البيت، يعني مثلا يصير مثل نظام الـ ATM، بدل ما أنا أعطي مصروف يومي خلوه مصروف أسبوعي،
بدل ما يكون مصروف أسبوعي خلوه مصروف شهري. ليش؟ هذا راح يعودهم أنهم هم يعني مثلا يتحمس أخذ 50 درهم أول الأسبوع وصرفها تم طول الأسبوع بدون شو؟ بدون مصروف. هني بيبدأ ينمي عنده الحس المسؤولية. حتى المسؤولية قيمة المال اللي عنده. نعم. وراح يحس بعدين مثلا آخر الشهر شاف أخته ولا شاف أخوه أن هذه اللي ادخرت واشترت لعبة اشترت شيء اشترت شيء بخاطرها وهو ما عنده شيء راح تحز في خاطره. هني راح ينمي عنده أيضا اللي هو موضوع أنه كيف يدخر، وهذا راح يكون ناجح حتى لما يدخل مرحلة الجامعة ما راح يرهق أبويه في موضوع اللي يعني مستلزمات الدراسية الآخر، لأن عنده الإدارة الجيدة في المال. نعم أستاذ يوسف، يمكن أنت اختصرت كل هذه الأمور اللي ذكرتها بكلمة واحدة، الوعي في الإدارة المالية. وهذا جدا مهم ومن الأهم أيضا في هذا الوعي في الإدارة المالية نحن لازم نتطرق نضع خطوط عريضة في نظام الحياة، خصوصا ونبتعد أيضا عن العشوائية في الصرف. ولكن كيف يمكننا أيضا تحقيق التوازن والتعاون والتفاهم ما بين الزوجين على الإدارة المالية بما لا يسبب الخلاف فيما بينهم؟ الخلاف يقع لما تكون الرؤية، يعني لما تكون أو لما يكون تكون الرؤية والهدف غير واضحين. نعم. الزوج عنده راتب والزوجة عندها مثلا راتب والصرف يصير بشكل عشوائي في البيت. نعم. والمشاكل تقع لما يكون في أزمة، يصير هذا أنت وين وديت راتبك وأنت وين وديت فلوسك. أوكي، نحن ما نريد نوصل لهذه المرحلة. أكيد. لذلك لازم يكون عندكم أو لازم للزوجين لازم يكون عندهم خطة واضحة. نريد نسافر هذا الصيف، خلاص نخلي مثلا جزء من المال مثلا بالشراكة بين الزوج والزوجة على حسب نسبة وتناسب، أن يصير عندهم خطة للصيف. وأيضا حتى مثلا في موضوع الطوارئ، غالبا النكسات اللي تحصل عند الأسر أن مثلا ما يطيح واحد مريض ويصير هنا احنا مستلزمين او ملزومين ان احنا ندفع. صحيح. فهني اذا ما كانت انا عندي خطة لهذا الشيء انا ما سويت شيء. ف لازم أن في البداية نرتب أولوياتنا. في مصفوفة جميلة جدا في موضوع الأولويات، وأكيد كثير منا يعرفها في موضوع الأولويات. ففي مصفوفة الأولويات إذا أريد مثلا نتخيلها مثل المربع وفيها 4 مربعات، فعندنا مربع متعلق مثلا بموضوع أن الأشياء المهمة والعاجلة. نعم. المهمة من أهمية من ناحية الخطورة، والعاجلة من ناحية الوقت. ففي عندنا المربع الأول اللي هو مربع الأزمات، علي دين، علي قسط، علي دفع فاتورة، فهذا المربع العاجل. المربع الثاني اللي هني عندنا هني عاجل ومهم، وعندنا هني اللي هو الغير مهم. نعم. العاجل وغير مهم، فهذا المربع اللي هو مربع نقدر نقول الضياع، لأنه غير مهم لكن بسبب الوقت نحس أنه عاجل، فهني نحن نقع في هذا الفخ. نعم. أن نحس أنه هو مهم بسبب الوقت لكنه مش مهم. أضرب مثال عليه، الشيء الغير عاجل، عفوا نعم، الشيء العاجل والغير مهم، نفترض أني أنا أريد أحضر فيلم مثلا في سينما أو شيء، طبعا هذا من ناحية وقتية عاجل، لكن هل هو مهم؟ هل راح يأثر في حياتي؟ لا، ما راح يأثر، غير مهم. فلذلك لأنه بس أنه عاجل أقول يلا خلنا نروح بيفوتنا الفيلم الآخر، فيصير هنا الصرف اللي ما له داعي. نعم. أيضا مثلا في وقت مثلا من الأوقات يدق في واحد مثلا في باله أنه يبي يعزم كل ربعه بدون مناسبة بدون شيء، هو عاجل، هو حط لنفسه الأولوية أن هذا عاجل، تعالوا يا جماعة الخير يوم الخميس عندي. ويوم يوصل البيت أما العيال تصيح البيت فاضي ما في شيء ويلا هات، فهني وصلنا في مرحلة أنه غير مهم. فهذه المربع الثاني. ننزل الحين على المربع الثالث من ناحية الأهمية، عندنا مهم وعندنا غير عاجل. هذا المربع هو مربع التخطيط، مربع الادخار، أن هذا الشيء هو حاليا غير عاجل كوقت لكنه مهم لحياتي، هذا مهم للاستثمار، هني أنا لازم أخطط، هني لازم أحسب أنا على المدى البعيد. نعم. وآخر مربع اللي هو غير مهم وغير عاجل، هذا المربع مربع الهروب،
اللي اكثرنا قاعد يضيع في هالمربع، اني انا لقيت شويه عندي مثلا يعني عندي فلسين شويه وشي بصرفهم، اقوم اشتري اشياء ما لها داعي. كماليات نعم. حتى ما نقدر نقول كماليات، لان في ناس ممكن يشترون الغرض مرتين. صحيح، يصير معاهم ان يشترون الغرض مرتين. ليش؟ والله لقى عليه عرض. زين انت عندك في البيت ومسكر وبعدك ما استخدمته حتى، في عرض، بس عشان انه في عرض قمت اشتريته. صحيح. فهذا هو المربع اللي انا دائما اقع فيه وغيري يقع فيه. فهذا المربع اللي لازم انا احسب حسابي. كيف احسب حسابي؟ في تمرين بسيط جدا. التمرين هذا اني انا كل ما اشتري شيء في البيت اسوي لي دفتر، اسجل هذا الشيء، بعدين اسال نفسك هل هذا الشيء هدر للمال ام استثمار؟ نعم، هدر. شيء ثاني هدر. شيء ثالث استثمار. شيء رابع استثمار. الشيء الخامس استثمار إلى آخره. لما نخلص آخر الشهر راح يبين معاكم كقياس أنا كم أصرف في هذا الشهر في أشياء اللي ما لها داعي. صحيح. هني أنا أقدر أضبط ميزانيتي. إنزين، عندنا كعقلية لما نتكلم كوعي في فرق بين صرف الريايل وصرف الحريم، وهذا طبيعي جداً. فلا يجون الريايل ويقولون لا والله المرأة أكثر صرفية ولا آخر لا آخر لا آخر، وكل الاتهامات تتي عليهم. أنزين، وينسونهم أعمارهم. ولا نقول مثلا من ناحية أخرى أن الرجل هو والله يصرف، يعني يصرف وايد وما يعرفون يودي فلوسه. الرجل دائما نظرته قصيرة من ناحية المال، نظرته قصيرة، لذلك تلقونه وايد مثلا مهتم في السعر، وايد مهتم، لأنه قاعد يقول أنا عندي هال10,000 مثلا كراتب، إذا صرفت الحين ما رح ألقى شيء الحين. صح. لكن المرأة نظرتها بعيدة. لذلك المرأة لما تروح مثلا مع زوجها ويبون يختارون فستان، لما تي الحرمة مثلا تقول حق ريالها والله شو رايك بهذا الفستان، المفروض شو يكون جوابه؟ على حسب السعر. على حسب السعر. صح. لكن المنطق انه يقولها مثلا يعطي رايه في الفستان، هي سالت عن راي ما سالت عن السعر. هو يشوف السعر اول شيء. لذلك المراه او المراه هني هي لما تختار مثلا فستان وتختار شيء، هي اصلا لبستها وخلصت وراحت وشافت تخيلت كل شيء. لذلك هي ما تشوف السعر. هني يحتاج التوازن بين الدفتين. أنا أعتقد أن اهتمامات المرأة تختلف بشكل كبير عن اهتمامات الرجل، وهذا موضوع جدا جميل. أستاذ يوسف يعطيك الصحة والعافية، بنتناقش إن شاء الله في المرات القادمة على هذه المحاور وهذه المواضيع جدا جميلة، وتهم أكيد المرأة والرجل وتهم الجميع حول إدارة المال. يعطيك الصحة والعافية. شكرا لك. العفو.